الموضوع نظامه. لا لا اسمحي لي من فضلك يا من فضلك يا لميس، كلميني كلميني كلام عقلاني. ما هو ده كلام عقلاني. انا بحكي لك بتساليني فاجي اقول لك فترجعي تاني ترجعيني اخش في شارع فترجعيني لزقاق. اسمحي لي يا لميس. اتفضلي. من سمح هو مخطط للمنطقه كلها. للمنطقه كلها. ما كانش بشار الاسد كان هيبقى حد تاني. كان ما كانش حد تاني كان هيبقى حد تالت. هو مخطط كان هيمشي 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 هيمشي. وانا عايز اقول لك حاجه كمان. لولا وانا لا افرق بين الجيش الاول اللي هو موجود في سوريا العظيم اللي استشهد منه كتير قوي دماء كتير كتير وعن قناعه، وانا اللي عشت معاهم مش جبتي هاتي الفيديو شوفي اللي انا بيقولوا ايه هم. طب اسمعيهم انت بتسمعي للصليب الاحمر للامم المتحده، طب اسمعي الشباب دول بتاع الجيش العربي السوري اسمعيهم. احنا بنسمع كل الاطراف لكن اسفه لكن لو كنت بتسمعي يا لميس ما كنتيش طرحتي الاسئله دي. لا 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 ازاي، مع محبتي وتقديري واحترامي. انا فاهمه ممكن نختلف لكن لكن الفكره انه هذه اسئله مشروعه. لا اصلك 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 بتقولي حاجات لا يمكن ان انا اشوف، لا يمكن ان انا اشوف دوله بتقولي حاجات. لما مصر كانت على حافه هويه تنحى مبارك. لا ده موضوع مختلف. ماشي. لا لا قال لك لا انا مش هشوف ناس بتقتل بعض. لا 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 ده الوضع. اسمعي الجيش المصري انحاز للشعب. والجيش السوري انحاز للشعب ويدفع دماؤه للشعب. انزلي. طب انا هقول لك حاجه، لو انت